السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي الصالون الجديد. واخيرا اختي نشارك معكم صالوني جديد، واخا باقي ما كملش، نتوما غتشوفوا معايا كل شيء، ولكن بزاف البنات كيقولوا لنا فين وصل الصالون، علاش ما شاركتيش معنا؟ المهم باقي خصني بزاف الحوايج، شفتوا هنايا الحيط باقي خاوي، وقلت علاش لا نشارك معكم غير هذا الشيء. كنتفرج في الصباحيات، قلت نشارك معكم هذا الشيء ومنها تفيدوني انا، نعطيكم افكار على شنو اختاريت، وانتم تفيدوني في داكشي اللي باقي خاصني. المهم مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد، نورتوني ونورتوا القناه ديالي. البنات اللي ما باقي ما مشتركيش معايا، اش كتسناو اختي؟ مرحبا بكم، دخلوا تشاركوا معايا وفعلوا الجرس باش يتوصل باش توصلوا بكل جديد. المهم اختي راه شحال هادي ما صورت وهضره بدات كتخربق ليا. غنشارك معكم اليوم الديتاي ديال الديتاي، داكشي اللي عقلت عليه، داكشي اللي باغي نتعرفوا، واعطوني حتى نتوما الافكار ديالكم. قبل ما ندوزوا للجوله بغيت نشرح لكم البنات، او بغيت نوصل لكم ان الاذواق تختلف، يعني يقدر بزاف البنات ما يعجبهمش هذا اللون، يقدر بزاف البنات ثاني يعجبهم، وهي ماشيه يعني كل واحد والذوق ديالو. البنات اللي غايقولوا لي الا كان عليك وكان عليك، انا راه درت يعني اختاريت وساليت، غير بغيت نشارك معكم. كي جا صالوني قولوا لي رايكم، عجبكم ولا ما عجبكوش ماشي مشكل، ولكن كان عليك تختاري راه اختاريت، فهمت؟ تفقصوني اختي بلا ما تفقصوني. المهم صراحه انا اقتنعت به، عجبني بزاف، وان شاء الله من القدام ندير ثاني شي لويه اللي هو يا هكا نبدل، باش يكون عندي جوج تبديلات اللي بحال هكا تكون سامبل شويه، ماشي مشارجيه بحال هكا، باش هكا نحس باختلاف. كتعرفوا حنا من العيد لعيد اولا من المناسبه للمناسبه كنبغيو نهزو الصالون ونبدلوه، يعني على الاقل خصو يكون عندنا واحد جوج ديال التبديلات. هادشي اللي كاين. المهم مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، ونبداو على بركه الله. المهم البنات رجعت باش نقول لكم، كيف ما قلت لكم باقي شحال من حاجه ما كملتهاش، ومنها هذاك الحيط. بزاف البنات قالوا لي ديري لابياج، يعني هذاك اللي في اللون ديال الخشب داكشي هو اللي طوندونس. عندكم الحق، راه كاين بلاطخ يعني لابياج بالبلاطخ مازال ماشي ما بقاش طوندونس، وعاد كاين لابياج الاخر اللي كيكون بلو بوا. المهم انا هذاك الحيط اللي فين كتشوفوا بالبلو ديال التلفزيون غنصبغوا بالبيض، ما غنديرش لي لابياج، حيت الا بغيت ندير لابياج خصني نهرس داكشي، ومنعاودش لكم خصكم ما فيها ما يهرس، الا كاين شي حاجه ما تزاد شي حاجه ما تقاد، ولكن باش نعاود نصلح ونعاود نهرس داكشي ما مستعداش، ما نكذبش عليكم ما مستعداش، خصوصا انا ما عارفاش واش غنبقى زعما في الدار مده طويله ولا لا، كنتمنى زعما نبدلوه قريبا. المهم البنات اللي كيسولوني واش الدار ديالي ولا كاريها، انا الدار ديالنا يعني الدار ديالنا ما كارينهاش ديالنا، وصلحت درت بزاف التغييرات. كان هاد الحيوط كلهم الديور ديال اناسين، الناس ساكنين في اناسين راهم عارفين، كانوا بالزليج يعني كيكونوا طالعين نص بالزليج، وانا ما عنديش مع الزليج، دونك درت خيال هي اللي درت خيال واقيل خيال هي اللي صبغت بها، وهذاك بالبلاطخ هذاك الديكور بالبلاطخ حتى هو مصبوغ بخيال. دونك اللي باقي لي انا غنصبغ هذاك الحيط غنصبغه بالبيض، باش هكا حيت ما جاش كما كتشوفوا الغوز والخضر، ماشي الغوز الموف والخضر ما يجيش مع داك البلو، وديجا راه صافي طلع في الراس. انا كان عندي الكريف الاول وكان درت البلو كان عجبني دوز بيه وقيتو، دابا غندير البيض ما عندي ليكليراج في الجناب غادي يبان زوين. مهم اختي اللي بغات دارها الله يسهل عليها، قولوا امين، واللي بغات تفرج دارها الله يسهل عليها، اللي بغات صالون جديد، اللي بغات بيت نعاس جديد، اللي بغيت نقول لكم وزعما خدوها من عندي كاختكم، هذا الشيء راه ما كيتقاداش ما كيساليش، راه هذا العام ديري صالون ما يدور عليه العام، تبغي ديري حاجه واحده اخرى تبدلي صالون واحد اخر، كوزينه بيت نعاس، الصراحه ما كيساليش هذا الشيء وما كيتقاداش، وديما خصوصا حنا العيالات ديما كنبغيو نجددو ديما كنبغيو نبدلو، دونك ما تعصبوا ما حتى شي حاجه بشويه بشويه. انا صالوني شحال وانا باغا نبدلو، ولكن كانوا عندي بزاف الاولويات، راه شفتوا معايا طبقت الصفر في مورا العيد الكبير، كان بامكاني نديرو قبل من العيد الكبير، كنصبق ماما الا خاصها شي حاجه، كنصبق راسي ولدي، فهمتوني؟ عاد كندوز الحاجه اللي تقدر تسنى، ما عندي حتى شي مشكل. هادشي بغيت نقول لكم، يعني الا كانت خاصك شي حاجه كاين اللي كتخسر مسكينه غير بلاكار، كتبقى مكتئبه تيجي هذيك بلاكار، لا اطلقي على الله سبحانه وتعالى وخدمي عليها، قولي ان شاء الله انا باغا ندير هاد الحاجه وغنوصل ليها. هاد القاعده تقدر تنفعك بزاف د الحوايج، الا بغيتي الطوموبيل ديالك، بغيتي دارك، بغيتي الفراش، بغيتي تخدمي على راسك واللبس وكلشي، نفس القاعده، يعني ديري واحد الهدف قدامك وخدمي عليه، ماشي تبقاي جالسه، خدمي عليه وشوفي الطرق اللي غادي باش توصلي ليه، ولكن ما حاولي انه ما ياثرش لك على الحاضر ديالك، يعني تبقاي جالسه ومعصبه لا انا امتى غندير هادي، لا انت خدامه وانت كتعيشي الحاضر ديالك، باش هكا كنستمتعوا بالحياه. طولت عليكم، دوزو اختي للصالون. غنبدا لكم من هنا باش تشوفوا يعني الصالون كامل، انا كيجي عندي غنبدا لكم من هنا باش تشوفوا الصالون كامل. المهم انا كيجي عندي الباب هنا والصالون لاصق عليه، كانوا عندي دوك الحيط اللي كيكون صغير وحيدته، صراحه ما عجبونيش، وقلت اللهم نخليه بحال هكا
من بعد نقدر نزيد شي حاجه تما، شي بلونط شي حاجه تكون صغيره حدا الباب. المهم هادو هما الالوان اللي اختاريت. شفتوا البنات العود انا ما بدلتوش لان عندي هذا شين، يعني احسن ما كاين. واخا نبغي نعاود نخدمه دابا الثمن ديالو غالي بزاف، دونك هذا باقي مزيان. الصالون كيجي على هذا الشكل. من بعد غنشارك معكم الديتاي كامل. المهم غير فقط الصباح قلت اجي نصور معكم. كنتمنى زعما الاضاءه تكون مزيانه، راني مشعله التريه حتى هي ما بدلتهاش. كانت عندي هذه راه فيها يعني كتبدل بالالوان، فيها تيليكوموند وكتبدلتها من هنايا. شفتوا المهم راك عارفينه نرجع الصفر هو اللي كيجيني مزيان معاه. صافي. المهم بالنسبه للعود قلت لكم انا ما بدلتوش. حاولت ناخذ طبلة. اول حاجه غتشوفوها ان الطبلة الصراحه جاتني صغيره، يعني خاصني جوج طبلات. بزاف البنات قالوا لي يعني صحاباتي غير خلي غير وحده باش يبقى لك اتساع في الصالون، ولكن انا كنظن ان خاص جوج طبلات. العود كيف ما قلت لكم كان عندي لي كوانتا هما نتوما كتشوفوهم، والطبلة حاولت هانتوما نوريها لكم. الطبلة خديتها من القريعة، هادو اللي كتكون فيهم الجاجة الفوق، ولكن زدت فيها واحد النقشة هنا شفتوها باش تجيني يعني اسورتي مع السدادر. هاي النقشة اللي عندي في السدادر، وهاي النقيشة اللي زدت هنايا، انا اللي طلبت منه يزيدها هنايا. صافي. المهم كتجي فيها الجاجة بحال هكا، وانا درت لها هاد لاناب ثم خديته من القريعة. المهم والله ما عرفتش باش غنبدا لكم. المهم بداو بالطبله. قلت لكم العود ديال السدادر كان عندي، لي كوانتا هما عندي نفس الموتيف يعني نفس النقشه هذه، مع شنو كيسميوها معقلتش. المهم معقلتش على النقشه. الطبله البنات طلعت لي ب 3500 درهم باش حسبها لي، يعني بالجاجه ديالها بكل شيء. انا كنظن خصني نزيد وحده اخرى. هذا اللي فوق الطبله كان عندي وحيت فيه الخضر قلت نحطه. بقى ما عنديش ديكوراسيون، يعني باقي بزاف اللي خاصني. هاد الحيطه البنات بغيت ندير فيه اما طابلو اما مرايات. واحد الراس كيقول لي ندير مرايات تما، تقول كيجيو ثلاثه يجيو زوينين اما مدورين هكا. شفت واحد الموديل عجبني. بالنسبه للطليمطات كما شفتوا معايا في السينيماتيك انا خدمت بهاد الثوب. راه شاركت معكم فيديو خاص غير ديال المحل ديال الثوب عند هشام اموبلومون. غنبداو من هاد لو كوان. المهم الثوب اللي خدمت به انا بن الشريف، يعني مبرام تروزا، خديت هاد الموتيف وعجبني هاد اللون. خدمنا هكا بالكوردون، درت هنايا الكوردون كيجي زوين وسامبل لان الثوب اصلا شارجي. ودرت فاس اللي هو سامبل، يعني هنايا راه حتى هي متروزا شفتوا بحال هاد الثوب. والخياطه اللي اختاريت انا اختاريت هذه ماتلاسي، يعني السداري كامل جاي ماتلاسي صوف هاد لو ديبار. لو ديبار درناه بحال الموتيف ديال المخده كيجي زوين. ولي كوسا انا اختاريتهم هكا واحد سامبل. الا شفتوا الثوب شفتوا فيه هاد اللون وفيه هاد غوز بيبي وفيه هاد لو جون اولا هاد الذهبي. هو اقترح عليا الصراحه ندير هاد الذهبي، ولكن انا ديجا كان عندي الباج والذهبي مع الزرق، يعني بحال طلع ليا في راسي قلت نخرج هاد اللون وتا هو جا زوين. بالنسبه للكوسان درنا وحده سامبل فيها غير هاد الهديبات هاد هنايا، والكوسان اللي كتجي باينه النص درناه فيه نفس الموتيف ديال المخده الكبيره، والنص درناه سامبل، وهنا كيكون لو غابيل ديال اللون الاخر اللي خدمنا به. الصراحه جا زوين. ولو ديبار كيخدموا لكم هكا بالموتيف، يعني نتوما كتعزلوا وكيفصل بيناتهم ما بين الماتلاسي كيكون ثاني لو غابيل. شفتوا خدمه زوينه صراحه عجباتني الخدمه ديالهم، ما لقيت معاهم حتى شي مشكل. وهنا درت هاد لي كالدون اللي كيجيو سامبل، صراحه عندهم بزاف ديال الشكالات. انا اختاريت هذا سامبل ما يكونش فيه هنايا لا كوردون حتى شي حاجه، ودرت فيه هنايا هادو لي بوطو ما عرفتش شنو كيتسمى. شفتوا البنات هاد الماتلاس اللي كيجي زوين، انا كيعجبني الصراحه كيجي رائع. ثالث ثوب ديال الباج كيجي فيه زوين، وجاني حتى مع اللون ديال السدادر حيت ما عنديش يعني غامق، هذا خصني نكحزو شويه. المهم انا كنشارك معكم داكشي كيف ما هو.
ندوزو دابا لي كوان. قلت لكم عندي بحالهم بحال السدادر. وهنا خديت هادو من القريعه، هادو خديت منهم لي كوان هنايا، وخديت بجوج كيف ما شفتوا. خديت حتى للطبله، هذا كبير ديال الطبله، والتحتاني الاثمنه هذا كان 200 درهم اللي عقلت عليها غنقولها لكم، ديال الطبله 200 درهم، هذا 100 درهم، وهادو اللي صغار يمكن 70 درهم، 70 درهم وقيله الواحد. خديت جوج. والريدو البنات ندوزو دابا الريدو، حتى هو خدمته عند هشام امبلومو، نوريكم هكا من بعيد كيفاش كيجي ونحاول نقرب ليكم. بالنسبه للريدو واقيلا 150 160 درهم هكا المترو. هذه البنات راه ما تقبليها الحيط ما والو، غير كيلصقها في الفوقانيه، يعني كتجي السكه من الفوق، كتجي مغطيه الصراحه بالبلاطخ ما كتبانش. المهم كيجي عليها هذا الشكل، انا اختاريت هذه الفراشه. وهذه راه قال لي انها مضوبله، ماشي بحال داكشي اللي تيكون الخيط في السوق، فيها جوج الخيوط كيف ما كتشوفوا، يعني كتجي صحيحه، شفتوا ماشي خيط واحد. هادوك اللي كيكون فيهم خيط واحد دغيا كيتقطعوا، يعني بعض المرات كنشوفوا نفس الحاجه كنقولوا لا هذه غاليه، لا راه ما كتكونش نفس الكاليتي، يعني هاد لي ديتاي غير باش تعرفوا. ها انتم نعطيكم مثال، شوفوا هادي غير خيط واحد شفتوا، ماشي جوج خيوط، وهادي جوج خيوط، يعني كتجي صحيحه. الثمن ديالها كيكون زايد، ما عقلتش الصراحه على الثمن بالضبط. المهم غنخلي لكم، راه عنده انشان في اليوتيوب وعنده حتى الانستغرام. والتحتاني المهم هذا كيجي طويل الفوقاني، التحتاني باش ما يبقاش هكا يتكاو عليه زعما اللي يتكا على المخده، كيجي هكا غير نص المخده ولا الربع فيها. اختاريت هاد الموتيف بحال هكا، وهنا في الوسط درنا جوج كوسانات هنا، ودرنا كالدو وجوج كوسانات جا زوين. وهذا خدمته كله ماتلاسي، نسين بعد شويه الطبله، شفتوا كيفاش كيجي صراحه ماتلاسي، كيعطي واحد الشكل زوين للسداري ديالكم. كيجي بحال شكل الفوتوي. هنا عندي جوج سدادر ثاني ملاصقين، درنا نفس الخدمه، بدينا بهذا كوم غابيل، يعني بدينا بهذا اللي كيكون طروز، درنا جوج كوسانات في الجناب، واللي بقى كله ماتلاسي، يعني تقريبا سداري ونص بالماتلاسي، كيجي رائع. بالنسبه لهاد المخاد اللي طوال معرفش واقيلا 60 هادو فيهم، والله ما عرفش شحال فيهم. المهم بالنسبه للمخاد كتقدروا تقلبوهم وتخدموا كلشي، نوريكم بحالاش، يعني تخلي كلشي فيه الزواقه. نحاول هكا نوريكم، حتى هما كيجيو زوينين، وتقدروا ثاني تخليوهم كلهم سامبل، شفتوا حتى هكا كيجيو زوينين. مثلا هذه تضرب شويه شعله، المهم اما تخليهم هكا واما تخالفوهم يعني بحال هكا، اولا تقلبوهم كاع وتخليو كلشي سامبل. المهم نتوما اللي بغيتو قولوا لي البنات واش هذا اللون، يعني كان عندي الحق فاش اختاريته، جاني بحال خرج هذاك اللون ديال الطلامط وضو الصالون. المهم الطبله البنات شوفوا معايا نتوما ملي كندفعها هنا، يلاه كتجي قد هاد السديدرات، انا كنظن خاصاني وحده اخرى. شوفوا لي سباس كامل بقى خاوي هنا، شفتوا يعني هاد الشيء كله بقى عندي خاوي، انا كنظن خاصاني وحده هنا، وخا نزيدها ما غضيقش لي الصالون. المهم قولوا لي الراي ديالكم، انا زعما في دابا بوغ لو مومون غنخليها الوسط باش ما يجيش الصالون خاوي. بقى خاصاني الزربيه كيف ما قلت لكم، كنقلب على زربيه في الباج، بقى ما لقيتش زعما داكشي اللي بغيت، ما كرهتش تكون سامبل في الباج. المهم بقى تنشوف، وكيف ما قلت لكم هنا بغيت ندير مرايات كيجيو ثلاثه مدورين، خليوا لي رايكم عافاكم واش زعما مرايات حسن مع صالون بلدي اولا طابلو. طابلو خفت ما نلقاش شي حاجه اللي غتجيني معاه. والتريه انا خليت كيف ما قلت لكم هذه، يعني مزيانه ما غنبدلهاش. هنا عندي لاكليم،
هاد الحيط ما عرفش نزيد فيه حتى هو شي حاجه ولا لا باش يكمل الديكور. والصراحه انا الارض عندي زوين يعني الزليج عندي زوين ما بانش شي عيب انه بلا زربيه بان زوين يعني في هذا الوقت واخا ما نبغيش ندير زربيه من بعد راه ما عندي حتى شي مشكل. وخليوا لي الراي ديالكم واش ضروري الزربيه ولا لا. وباقي خصني شي ديكور تما راني دايره غير دايره واحد المباخره وصافي. شفتوا حطيت غير هاد المباخره هنا. هنا عندي هذاك اللي كيكون فيه الريحه وهنا عندي شويه ديال العود هادي اللي حطيتها كانت عندي وجات زوينه. وتما حطيت غير داك الفاز صراحه غنحيدو كانوا عندي ثلاثه وتهرسوا لي جوج. المهم غنشوف شنو ندير. المهم كما قلت لكم شاركت معكم مراحل الا زدت شي حاجه اكيد غنشاركها معكم. وخليوا لي الراي ديالكم الناس اللي غايقولوا لي بالصحه الله يعطيكم الصحه والله يعطيكم كل ما تمنيتوا. واللي كيبغى تفرج الصالونه كيف ما قلت لكم الله يسهل عليها والله يرزقها من حيث لا تحتسب. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. قلت ما نغبرش عليكم نرجع لكم واخا غير هكا واخا غير ب 10 دقائق ولا 14 دقيقه ما عرفتش شحال غيجي فيه هكا نقول لكم فين غبرت. صراحه قلت لكم بغيت غير نرتاح شويه ونرجع بواحد الانرجي زوينه. وكنت ملاهيه مع شي عشاء الطبله دارت ليا هي البنات. انا اصلا ما عنديش مع نمشي نصاوب شي حاجه عند المعلم ويتعطل عليا. قلت غنمشي للقريعه ناخذ الطبله يعني موجوده نحط فلوسي نهز الطبله. مشيت والله ما لقيت. اصلا كنت غناخذ انا مترو و60 يمكن لا مترو 50 كاينه مترو 50 وكاينه لا كاينه مترو 60 يا ربي كاينه مترو 20 ما لقيتش لقيت غير مترو 20. قلت صافي ماشي مشكل بغيت نهزها نجيبها معايا اهمل كيطلع عليكم. بغيت نهزها نجيبها خاصها باقا غير دفيرنا. قلت ليه دير لي نفس اللون اللي عندي في السدادر باش ما يجيش هكا اللون هارب ولا يجي بعيد. صافي دار معايا قال لي نهار غدا جي ليها. قال لي عبدو حتى بعد غدا ونجيو ليها يعني حنا عطيناك الوقت من عيطنا لها بعد غدا يعني يومين. ودار معنا غير نهار حسب الفيرنيو تكرم. دار عبدو عطاه يومين قال لي صافي تكرم مزيان عرفتي استقلم جبنات النهار الثالث يعني فيك فيك. مهم ماشي مشكل ولكن بقيت ندور طبله موجوده ما لقيتهاش. كيقولوا كاين الغلا العود غالي كلشي غلا لي ماتيريو كاملين الحديد الاينوكس الالومنيوم داكشي الدوبل يعني بحال في ثلاثه ما بقاوش كيبغيو يخدموا الكثره كيخدموا سيغ كوموند. ايوا هادشي اللي كاين. مهم اتلامط صراحه هشام دار معايا 15 يوم راه قلت للناس في لي كومونت قالوا لي فينا الصالون. زاد عليا سيمانه ماشي هو صراحه اعتذر مني قال لي راه الماكينه يعني لا ماشين اللي تخدموا بها الماتلاسي كان عندهم فيها مشكل وبحال تعطلوا داروا ديكالاج. قلت لي انا ماشي مشكل ما واقفاش عليه يعني صراحه الحمد لله ما لقيت معاه حتى شي مشكل. كاين البنات اللي قالوا لي وا اشهار بديت الاشهارات والبنات واخا الا بديت الاشهارات خصكم تفرحوا ليا. واش كاين شي واحد يعني قناه صغيره وما عنديش لي فيو بزاف الحمد لله وشكر لله ولكن مقارنه مع القنوات الكبيره اش من ربح عنده معايا فهمتوني. انا دائما كنمشي شي بلاصه كنشري واخا غير بيجامه هذه سولتوني عليها كنقول لكم منين وكنقول لكم الثمن. انا قلت غتبقاو تسولوني كل وحده بوحدها والخدمه والله ما كاين الوقت باش نجاوبكم في لي كومونتير. قلت صافي ندير لكم فيديو جوله منها كتاخذوا فكره. بزاف الناس اللي شكروني عليها قالوا لي شفنا شنو كاين الالوان انواع ديال الثوب سميه ديال الثوب ومنها بحال كنجاوب كلشي كنجاوب على الاسئله كاملين في فيديو واحد فهمتوني. هادشي اللي كاين بالنسبه للثمن. هو قال لي 280 بالنسبه للثمن راه ثاني ما نقصش ليه يعني عادي. قال لي نورمالمون كيدير 300 درهم غنحسبوك 280. ملي دخلت عنده انا انستغرام لقيتو كيبيع نفس الثمن يعني 280 يعني حتى هو ديجا راه ما نقصش ليه نفس الثمن خديت من عنده. كيف ما قال لي انت هضري على الكاليتي وهضري على الثوب والاتقان وهذاك الشيء اللي بغيت انا. راه باقي غيخدم ليا حتى السيجور ان شاء الله. وشوفوا غير صبروا عليا نشارك معكم كل شيء في ما ندير شي حاجه نشاركها معكم. كاينين البنات كيقولوا لي ديري لنا جوله كامله. انا بيت امير راه كان عندي مفرش ومقاد دابا خويته كانت عندي ديك الناموسيه وحده فوق وحده عندي الماريو كبير عطيته لماما ناموسيه خرجتها صدقتها في سبيل الله وحيت ما بغيتهاش وحده كنت خايده من ايكيا ما بقيتش باغا هذيك وحده فوق وحده. والبيرو راه باقي غنحيدو حتى هو ولي تيغوار ما يمكنش نشاركوا معكم دابا وباقي ما فيه والو. مني توصل نوبتو ونصاوبوا على ذوقي داكشي اللي بغيت غنشاركوا معكم حيت خصني نشارك معكم باش نتوما تاخذوا افكار وتشوفوا الذوق ديالي ماشي نشارك معكم هو خاوي او لا هو باقي ما فيه والو. هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا. الناس اللي توحشوني كيسولوا فيا كنقول لهم كنحمق عليكم شكرا بزاف لانكم كتسولوا عليا. البنات اللي غيعجبهم غوجاليف حيت انا عجبني سيفورا من بعد شاركت معكم واحد 4 لي غوجاليف
جابتهم لي بنت خالتي صراحه كومونديتهم وجابتهم لي هي رائعين مات وكيبقاو زوينين. السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.